السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نتعرف على تقييم الدولية الجزائري الفنان والمايسترو آدم الناس مع فريقه ليل ضد فريق ستاسبور في الدوري الفرنسي للجولة العاشرة. قبل البدء في التفاصيل والتحدث على ما قدمه آدم الناس في مر اليوم، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو شكوكو جديد، وأن نبدأ كلنا في التفاصيل أكثر والتحدث على ما قدمه آدم الناس وعلى تقييم الجزائري آدم الناس في مباراة فريقه اليوم. وقبل كل شيء، آدم الناس شارك أساسي في المباراة وفي تشكيلة فريقه ليل، وبدأ في التشكيلة الأساسية، وكذلك الدول الجزائر الآخر حكيم زيد كان أساسيا. بالنسبة لآدم الناس تعتبر هذه المباراة متوسطة، لم يقدم الأداء الذي شاهدناه في المباراة السابقة، لكن الشيء الإيجابي في آدم الناس صنع فرصة خطرة حيث جعل المهاجم منفردا مع المرمى، لكن المهاجم أهدرها بطريقة غريبة في المرات الأولى والثانية. قدم من ناحية صناعات الفرص، حيث كما قلت صنع فرصة خطيرتين سامحة للتسجيل، جعل المهاجم منفردا لكن المهاجم كما قلت أهدرها. بالنسبة لأداه كان متوسطا، لم نشاهد آدم الناس يتحرك في خط هجوم فريق ليل بشكل جيد في مباراة اليوم. وتغلب فريقه ليل ضد فريق ستاسبور بهدف للصفر، وتم استبدال آدم الناس في الدقيقة 65 ونال تقييم 6.7. أما عن حكيم زيدكات فهو لعب المباراة كاملة وتم تقييمه ب 6.5. وهذا هو كل شيء لدينا، ولا تنسى الاشتراك واللقاء.